بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة جدا، لأن بالتأكيد خلاص عندنا مباراة في الدوري غدا أمام أسوان بعد العودة من كأس العالم للأندية والمشاركة في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني، وبالتالي عندنا محطات صعبة جدا في الدوري خلال الفترة اللي جاية، والبداية هتكون مع أسوان غدا في المباراة المقرر إقامتها الساعة 3:45 بإذن الله على ملعب نادي أسوان. أيضا النهاردة كمان عندنا كواليس شكوى الأهلي إلى الاتحاد الإفريقي بشأن الأحداث التي حدثت في مباراة الهلال السوداني سواء قبل المباراة أو أثناء المباراة وبعد المباراة، وكمان هنتكلم على بعض الأمور المحلية اللي كنا امبارح بنتكلم فيها والحمد لله يمكن عملت ردود فعل إيجابية جدا. بشكر كل الناس اللي أشادت بحلقة الأمس سواء في الحديث عن مشكلة الهلال السوداني والأحداث اللي حصلت في مباراة الهلال، وكمان الحديث عن مباراة الأهلي وأسوان وطاقم التحكيم الذي تم إعلانه بشكل رسمي من قبل اتحاد الكرة والانفراد امبارح اللي اتكلمنا فيه بخصوص معايير لجنة الحكام في تعيينات حكام الدوري خلال الفترة الجاية. كل ده بالتأكيد هنتكلم فيه التفاصيل أكتر ولكن في باقي فقرات برنامج الترند، لكن بسرعة نروح لسؤال حلقة النهاردة، وكالعادة بنبدأ مع حضراتكم بسؤال حلقة النهاردة وهو متعلق، عايز أعرف في رأيكم أفضل تشكيل يلعب بيه الأهلي في مباراة أسوان غدا. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال، وكمان قولوا توقعاتكم لنتيجة اللقاء من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم وتوقعاتكم أيضا للنتيجة. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين في ترند الأهلي. الأهلي يتقدم بشكوى رسمية للكاف ضد الهلال السوداني، وكمان الفريق يختتم استعداداته لمواجهة أسوان، وأخيرا كلوب ريال مدريد لا يفقد الثقة لثانية واحدة. يورجن كلوب عنده مباراة مهمة جدا خلال ساعات مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، نتمنى إن شاء الله نشوف مباراة ممتعة ويتألق فيها النجم المصري محمد صلاح. طيب نروح بقى لاستعراض مباريات اليوم، والنهاردة في جولة جديدة من الدوري المصري وكأس أمم إفريقيا للشباب. الدوري المصري يمكن في هذه اللحظات انطلقت مباراة الداخلية والاتحاد السكندري، وما زال التعادل السلبي للمباراة. إنبي وطلائع الجيش الساعة 7، ودي مباراة النهاردة في الجولة 19. طيب نروح لكأس أمم إفريقيا للشباب واللي بدأت بالأمس، والساعة 4 انطلقت مباراة أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. الساعة 7 مباراة في نفس إطار المجموعة الثانية، جنوب السودان في مواجهة مع الكونغو الديمقراطية. طبعا منتخب مصر من الأمس لعب مباراة الافتتاح وتعادل مع منتخب موزمبيق، نتمنى التوفيق في مباراتي السنغال ونيجيريا. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لفقرة الأخبار والكواليس والمعلومات، فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب اتكلمنا بالتأكيد على مباراة الهلال السوداني والأهلي بالأمس في الأحداث اللي تمت في ملعب نادي الهلال في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، والحمد لله امبارح لما اتكلمنا يمكن الأمور كان فيها ردود فعل إيجابية كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي ومن جماهير الكرة المصرية بشكل عام، لأن احنا اتكلمنا امبارح على أحداث وعلى معلومات تخص هذه المباراة تحديدا، واتكلمنا على الكرة الإفريقية بشكل عام، ولكن للأسف طبعا الأزمة للأسف أزمة مباراة الهلال والأهلي والأحداث اللي تمت في المباراة كانت ليها يعني مقدمات، والمقدمات بدأت من للأسف من بعض البرامج الرياضية في مصر ومن بعض المسؤولين الغير مسؤولين في تصريحاتهم، وفي النهاية شفنا المشهد اللي شفناه في مباراة الهلال والأهلي. وامبارح حتى أنا اتكلمت وعرضت الاتحاد الإفريقي واخد قرارات في عدة أندية وفي عدة دول ونقل مباريات وإقامة مباريات في العاصمة، وقلت أسماء الأندية اللي بتواجه نفس مصير نادي الهلال، ولكن كان البعض عنده إصرار أن يشخصن المسألة ويدي مساحة للنادي المنافس أن يدخل الأهلي طرف. عشان كده بقول لكم الأزمة كانت من هنا، بدأت من مصر مش من بره، لأن الإعلام للأسف في مصر أو بعض البرامج في مصر بتدي مساحة الله أعلم بقى عن قصد أو بدون قصد أو عدم معرفة أو جهل بالمعلومة، الله أعلم، مش هندخل في نيات الناس، ولكن حتى التصريحات اللي خرجت من مسؤول رسمي بيمثل نادي كانت من ضمن الأسباب برضو اللي عملت شحن جماهيري للأسف. وحتى الرد لما جه من مسؤول في النادي المنافس في البطولة الإفريقية نادي الهلال كان بيرد عليه وبيقول له بهدلك الفوز. أتمنى يكون في حد بيحاسب على الكلام اللي بيتقال من تصريحات غير مسؤول، أو حتى اللي بيتعرض حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في إحدى القنوات
في منشتات ممكن تكون مسيئة للرياضة المصرية وللكرة المصرية، ولكن مش عارف الحساب هيبقى امتى وفين. طيب النادي الأهلي النهارده وفي التوقيت القانوني، على فكرة مهم جدا لما نتكلم في مسائل متعلقة بتقديم شكاوي أو التعامل مع الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي، لازم تبص للمعيار المتعلق بالشكل، الناحية الشكلية، هل الشكوى اتقدمت في التوقيت القانوني أو في التوقيت القانوني. ليه بقول كده؟ لأن الناس من امبارح عمالة تتكلم اشتكي وقدم شكوى، أنت بتأخر في الشكوى، أنت أنت أنت. يا جماعة كل حاجة لازم بيتم دراستها بشكل سليم، وكل حاجة بيتم يعني إرسالها في توقيت سليم. أنت ليك حق إنك تشتكي بعد نهاية المباراة خلال 48 ساعة، وبتسدد حوالي 2000 دولار عشان تقدم شكوى رسمية، فبالتالي الشكوى اتقدمت في التوقيت الرسمي. وامبارح برضو لما اتكلمت على هذه المباراة قلت مش هبدأ أتكلم في التفاصيل المتعلقة بالمباراة إلا لما يكون في تقارير وشكوى وقضية قدام لجنة الانضباط. النهاردة النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي في خبر مهم جدا تقدمه صباح اليوم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص تجاوزات نادي الهلال السوداني وجماهيره المتكررة، وطالب النادي الأهلي مسؤولي الكاف بتطبيق اللوائح والقوانين. النادي الأهلي تعرض بالتأكيد من اعتداءات وتجاوزات يعني تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة. شكوى الأهلي تضمنت نقاط مهمة جدا. أثناء المران الوحيد للفريق في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، اللي هو التدريب الرئيسي اللي بيكون بحضور مراقب ومنسق المباراة، المراقب على فكرة من جنوب السودان اسمه ماكوير مايل، والمنسق العام للمباراة كان من إثيوبيا مايكل إيرو بيلي. دول المسؤولين اللي كتبوا التقارير المتعلقة بالمباراة، مراقب من جنوب السودان والمنسق من إثيوبيا. طب أثناء المران قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف اللي هو مراقب المباراة، واللي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره. بالمناسبة رغم قرار الكاف بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري طبقا طبعا لعدم توفر شروط السلامة في الملعب، وتم إبلاغ الأهلي بذلك، على فكرة هذا الإخطار كان في نهاية شهر يناير، لكن طبعا الإعلام الرياضي في مصر ما خدش باله إلا قبل المباراة ب 48 ساعة، إلا أن النادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على 1000 متفرج من جماهيره بحضور المباراة. لم يلتزم نادي الهلال بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة للفريق، وكذلك غرف خلع الملابس تم طبعا يعني اتغرقت بمية الصرف الصحي عقب نهاية المباراة. عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه، قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم بإحدى الأدوات الطبية، وترتب على ذلك قيام حكم المباراة الموريتاني بإشهار البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيا، إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة، وراح يكيل بالسباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء. أحد أفراد الطاقم الإداري أيضا لفريق الهلال قام بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي، وكان كمان أحد مسؤولي الجهاز الإداري اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن كل الأخلاق الرياضية. نادي الهلال لم يوفر تأمين السلامة لفريق النادي الأهلي، وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار الكاف بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبين أثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف خلع الملابس. بالمناسبة المباراة كانت بدون جمهور، والكاف لما سمح بحضور عدد معين كان مخصص عدد للفي اي بي وللمقصورة، والعدد ده لا يتخطى 100-150 فرد، ولكن حضر 1000 في مخالفة صارخة لقرار الكاف الصادر في 24 يناير. ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل، وتعرض لاعبو الاهلي للخطر في مباراه سابقه كلكم فاكرينها، كانت يوم 1 فبراير 2020 الجماهير اقتحمت الملعب، ووقتها الاهلي رفض التصعيد حرصا على العلاقات الطيبه بين الانديه، ولكن الامر تكرر وتجاوز كل الحدود، وننتظر التدخل العاجل وتطبيق اللوائح والقوانين حرصا على نجاح مسابقات الكاف. طيب ده البيان او ده الخبر المتعلق بشكوى النادي الاهلي. عايز بس افكر الناس بنقطه مهمه جدا حدثت خلال اليومين اللي فاتوا او الفتره اللي فاتت. قلت الاحداث اللي تمت دي لم تكن بعيده تماما عن الاسباب اللي كانت يعني ورا كل اللي حصل. تصريحات غير مسؤوله لشخص مسؤول في احد الانديه بيتكلم فيها ليه الاهلي بيلعب في السودان بدون جمهور، وهو اصلا بيواجه المريخ مثلا في مباراه في ليبيا مش في السودان.
اعلام بيتناول موضوعات للاسف غير صحيحه وبيطرح معلومات غير صحيحه وبيدي مساحه لمنافس بيطرح قضيه وهو اصلا ما عندوش حق في القضيه، واديت امثله كتيره جدا. بصوا يا جماعه، للاسف للاسف الواحد شاف على مدار اخر 3 4 سنين تحديدا، مش عارف ليه دايما رغم ان اسم الاهلي ومكانه الاهلي بتحظى باهتمام وتقدير كبير جدا من كل المسؤولين خارج مصر، سواء الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي او حتى الاتحاد العربي، ولكن ما يحدث في بعض البرامج وما يحدث من تصريحات غير مسؤوله لمسؤول ما هي اللي ممكن توصل الاطراف اللي بره لما تشوف ان الاهلي بيتعامل او بيحصل معاه تعامل بالشكل ده. خلاص بقى، ما انتم منكم فيكم بيحصل معاكم كده، فخلاص بقى. عرفتوا الازمه جايه منين؟ الازمه جايه من البدايه للاسف، من داخل مصر مش من بره. المره دي الاهلي اكيد هيتحرك، واتحرك وقدم شكوى، والنهارده تم ارسال الشكوى ودفع الرسوم المقرره لنظر هذه الشكوى، والشكوى هيتم عرضها على لجنه الانضباط. ولكن عايز افكر الناس بحاجه مهمه جدا. هل الهلال السوداني لما تم شكوته من الاهلي رسميا النهارده دي اول شكوى ضد نادي الهلال؟ لا اطلاقا. نادي الهلال تم تقديم شكوى فيه في شهر 9 اللي فات بعد ما حدثت اخطاء ومشاكل في مباراه الهلال السوداني وسان جورج الاثيوبي، ولجنه الانضباط اجتمعت في 12 اكتوبر الماضي وخدت قرار بمنع جمهور نادي الهلال من مباراه واحده مع تعليق العقوبه خلال 12 شهر، بحيث لو تكررت نفس الافعال والاحداث يتم منع نادي الهلال رسميا باللعب بدون جمهور كقرار انضباطي، مع اعطاء الحق للجنه الانضباط في توقيع اي عقوبات قاسيه اذا كان هناك افعال اقوى واصعب من الاحداث اللي تمت في مباراه سان جورج الاثيوبي. بالمناسبه في مباراه سان جورج الاثيوبي التقارير اللي موجوده، وانا ما بقولش كلام من عندي، ده الكلام ده مكتوب على موقع الاتحاد الافريقي، ادخلوا على موقع الاتحاد الافريقي هتلاقوا قرارات لجنه الانضباط يوم 12 اكتوبر فيها كل الوقائع اللي تمت في مباراه الهلال السوداني وسان جورج الاثيوبي. ايه اللي حصل؟ في الدقيقه 65 القى جمهور الهلال الالعاب الناريه خلف حارس مرمى سان جورج. في الدقيقه 83 عند تسجيل الهدف القى جمهور الهلال العاب ناريه في الملعب، وبعد انتهاء المباراه مباشره نزل الجمهور لارض الملعب قبل مغادره الفريقين والحكم. التنظيم من قبل الامن في الملعب كان سيئا، والمسؤولين الامنيون من الاتحاد الافريقي لم يستطيعوا السيطره على المباراه. الاجتماع اللي تم في 12 اكتوبر لجنه الانضباط في الكاف برئاسه جنوب افريقي رامون دهاك خد قرار بفرض عقوبه على الهلال لعب مباراه واحده بدون جمهور مع تعليق القرار في 12 شهر القادمين، يعني من شهر 9 اللي فات او من شهر 10 اللي فات لشهر 10 اللي جاي، اذا تكررت نفس الاحداث بيتم تنفيذ عقوبه المباراه، وكمان بيتم يعني تصعيد وتشديد العقوبات خلال الفتره اللي جايه طبقا لما ترى اللجنه التاديبيه او لجنه الاتحاد الافريقي. معلوماتي، وحبيت امبارح برضو اوصل للعديد من المسؤولين في الاتحاد الافريقي عشان اعرف المشهد ايه. طبيب نادي الهلال تم ادانته رسميا من حكم المباراه ومراقب المباراه. الناس هتقول لي ما هو اطرد، ما هو تم ادانته لانه ارتكب افعال غير رياضيه اثناء نزوله لعلاج لاعب الهلال السوداني، وبعد ما اطرد كان يجب مش يطلع بره الملعب خالص وما ينزلش تاني. لا، في القوانين وفي العرف اللوائح الخاصه بطرد الاجهزه الطبيه تحديدا وطبيب الفريق بيطلع يقف ورا السلك بره الباب الحديدي، يعني ما بيقعدش على الدكه، يقف بره الباب الحديدي. لو حصل اي اصابه المراقب بيستدعيه ينزل يعالج ويطلع تاني بره، لكن هنا الطبيب فضل قاعد على دكه البدلاء وبالتالي ارتكب مخالفه. ومعلوماتي ان تم ادانته في التقارير اللي تم ارسالها الى الاتحاد الافريقي، والطبيب بنفسه طلع على الصفحه الرسميه لنادي الهلال وقال انه اطرد بعد الاحداث اللي تمت اثناء المباراه لما نزل يعالج احد لاعبي نادي الهلال السوداني. عموما هننتظر ونرى ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه، ومش هنسبق الاحداث لغايه لما نشوف ايه اللي هيتم الفتره اللي جايه. ده الجزء المتعلق بشكوى الاهلي وتقديم احتجاج رسمي الى الاتحاد الافريقي. باللي قلناه امبارح واللي قلناه النهارده اعتقد الصوره اصبحت واضحه لحضراتكم، والنادي الاهلي اكيد بيحافظ قدر الامكان على العلاقات، ولكن الكبير عشان كبير لازم يتعامل بمبدا مختلف عن اي صغير اخرى. لكن في توقيت معين لما الطرف الاخر يحس ان انت بتتجاوز عن كل هذه الاخطاء عشان انت كبير بس بيعتقد ان هو ممكن يتمادى في الخطا، لا، هنا في لحظه ممكن تقف عندها وتاخد حقك بالقانون ايا كان مين المنافس، ايا كان مين المنافس. بس انا اتمنى
اي مسؤول لو بيتابعني سواء في اتحاد الكوره، لجنه الرصد الاعلامي، المجلس الاعلى للاعلام، المشاكل اللي بتحصل في المباريات الافريقيه يا جماعه شوفوا اولا مين المسؤول عنها. هتلاقوا للاسف بعض الاعلاميين وبعض البرامج الرياضيه وللاسف مسؤول غير مسؤول طلع القى بتصريحات للاسف لا تنم عن معرفته بمفهوم الكوره او مفهوم الوطنيه، وهو من يدعي كثيرا انه رجل وطني. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا تفاصيل واخبار تانية في باقي فقرات برنامج الترند. طيب مباراه اسوان والاهلي، والحمد لله يمكن امبارح كان عندنا سبق صحفي من العيار الثقيل. اتكلمت امبارح على ملف التحكيم، وانا قلت بعد العوده من كاس العالم للانديه هذا الملف لن يغلق الى ان يتم ضبطه بشكل احترافي او تعيين خبير اجنبي، لما نشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. مباراة أسوان والأهلي كانت بتمثل لي مش فكرة أي حكم هيدير المباراة وخلاص، لا كانت بتمثل لي حاجة تانية. إيه المعيار اللي لجنة الحكام بتعتمد عليه في تعيينات الحكام؟ هل الأمور اختلفت بعد رحيل مارك كلاتنبرج ولا لأ؟ أنا امبارح قلت الأسماء المكلفة بإدارة المباراة قبل الاتحاد وقبل لجنة الحكام ما تعلن. وده كان هدف عايز أوصل ليه بخصوص المعايير. تعالوا شوف إحنا قلنا إيه امبارح، لأن إحنا في النهاية ما بنجنيش ابدا على اي فرد داخل لجنه الحكام ولا بنتكلم على شخص او عندنا مشكله شخصيه، احنا بنتكلم في امور موضوعيه. تعالوا نسمع، وبعد ما نسمع ليا تعليق مهم جدا. طيب ايه اللي بيحصل في لجنه الحكام؟ جات لي معلومه ان مباراه اسوان والاهلي هيديرها الكابتن محمود البنا. حلو، ممتاز، كابتن محمود البنا من افضل حكام الدوري المصري، وحتى لو بيغلط اخطاء فنيه في المباريات الناس حتى بتبقى واثقه ان اخطائه يعني ما بتبقاش ايه متعمده او ما عندوش حسابات. ما علينا، ما فيش مشكله، نتمنى له التوفيق. طيب مين حكم تقنيه الفي ار؟ كابتن محمد الصباحي. ماشي. طيب انا عندي سؤال للجنه الحكام، والموضوع بعيد عن البنا والصباحي، ربنا يكرمهم في المباراه، وانا بقول لكم جات لي معلومه وانا واثق منها ان هما الاثنين اللي هيكونوا موجودين في مباراه الاهلي واسوان يوم الثلاث. بس انا عندي سؤال للجنه، هو انتوا لما عملتوا القايمة الدولية لحكام تقنية الفيديو ليه شلتوا الكابتن محمد الصباحي طالما انتوا واثقين فيه قوي كده وحاطينه في مباراة كبيرة زي مباراة أسوان والأهلي؟ يعني انت ثقتك في حكام الفار حطيت حسام عزب وحطيت عمرو الشناوي وحطيت وائل فرحان عشان يكملوا مع الثلاثة اللي كانوا موجودين قبل كده، الأخ محمود عاشور والكابتن محمود أبو الرجال والكابتن طارق مجدي. طيب شلت الكابتن محمد الصباحي، قيس فجأة المعلومة لما جت لقيت الصباحي حكم فار في ماتش أسوان والأهلي. حكم فار في الماتش ده يعني أنت تثق فيه ثقة عمياء، والصباحي السنة دي واخد ماتشات فار كتير ومع ذلك شلته من القائمة الدولية. بصوا على المعايير، أنا بس بعرفكم الناس اللي في اللجنة بتشتغل إزاي ومعاييرها إيه. بعد هذا الفيديو وبعد هذه الحلقة بالأمس بحوالي ساعة ونص ساعتين اضطرت لجنة الحكام إنها تعلن عن حكام مباريات الجولة يوم الاثنين او يوم الثلاث، وكانت من ضمنها مباراه اسوان والاهلي قبل ميعاد الماتش ب 48 ساعه. عمر الاتحاد وعمر اللجنه ما اعلنت عن اطقم التحكيميه سواء مباريات الاهلي او مباريات الزمالك الا ليله المباراه او بالكثير قوي قبلها ب 24 ساعه، لكن قبلها ب 48 ساعه هو عارف خلاص الاسماء طلعت والاسماء وصلت، والحمد لله الواحد بما انه صحفي واعلامي فبقدر الامكان بيحاول يوصل للمعلومه. وبحاول اوصل قدر الامكان لاي معلومه عشان اعرف الدنيا ماشيه ازاي، ما عشان لما نطلع لحضراتكم لازم نشرح لكم، لازم نقول معلومات رسميه. وانا قلت امبارح انا واثق من المعلومه، والحمد لله كل معلومه بقولها في ملف التحكيم انا واثق مليون في الميه بتبقى صح بنسبه مش هقول 100% 99%، احيانا ممكن بنجتهد كتير ولكن اكيد ممكن ساعات ممكن تفلت مننا واحده، بس احنا قدر الامكان بنحاول نجتهد. شوف انا مش هقول 100%، لكن امبارح انا قلت اسماء الحكم، اسم حكم المباراه واسم حكم التقنيه الحكم الفيديو المساعد الفي ار، ومع ذلك الاتحاد بعدها بالظبط بساعه ونص ساعتين اعلن الاسماء. ده ياكد لحضراتكم ان المعايير اللي بتكلم عليها على التعيينات اللي بتتم في الدوري الممتاز من الكابتن توفيق السيد بما يعني ده بياكد بما لا يدع مجال للشك ان انا على المستوى الشخصي والله العظيم مش بتجنى على حد سواء داخل الاتحاد او داخل اللجنه. انا كل هدفي المصلحه الجماعيه لمنظومه الكره المصريه ومصلحه التحكيم في المقام الاول. وقلنا معلومات كتير في الملف ده والحمد لله معلوماتنا بتبقى صح جدا والايام بتثبت ده، ومع الوقت اللجنه احيانا بتشتغل صح لما الامور بيتم طرحها في وسائل الاعلام. ولكن انا امبارح لما اتكلمت في موضوع التعيينات انا طرحت فكره فين الحكام الدوليين في تقنيه الحكم الفيديو المساعد، لان الكابتن محمد الصباحي كان مرشح للقائمه الدوليه
عشان برضو الناس اختلط على الامر. انا مش معنى كلامي ان الكابتن الصباحي كان في القائمه وهو ما شالوه، لا، يعني كان من ضمن المرشحين وما دخلش القائمه الدوليه، وتم ترشيح وائل فرحان وحسام عزب حجاج والكابتن عمرو الشناوي مع طارق مجدي ومحمود عاشور ومحمود ابو الرجال. وبالتالي لما تيجي في مباراه كبيره زي ماتش اسوان والاهلي اكيد لازم تجيب حكم دولي. ما انت كمان رحت جبت الكابتن محمود البنا في حكم ساحه، رغم ان انت على فكره ممكن تجيب حكم مش دولي حكم المباراه، لكن مهم جدا في تقنيه الفي ار تحديدا تجيب حكم دولي. ليه بقى؟ لان كل المشاكل اللي بتحصل لحكام الساحه بتبقى اسبابها تقنيه الفي ار، فانت محتاج حد خبره في تقنيه الفي ار. كابتن محمد الصباحي ادار مباريات كتيره وحكم درجه اولى، ولكن بقى عشان انت فكره ايه؟ تبقى عملت الهوم ورك بتاعك يا عم، حتى لو حصلت اخطاء انا جايب لك حكم دولي، حكم دولي خبره كمان، مش حكم دولي لسه داخل القائمه الدوليه السنه اللي فاتت. لكن انت بتعملش كده ليه؟ مش قادر افهم. وبالتالي لما اتكلمت على مباريات النهارده حتى اللي بتتلعب في الدوري، يعني مثلا لما اتكلمت على مباراه الداخليه والاتحاد السكندري ومباراه انبي وطلائع الجيش واداره محمود عاشور واداره محمد الحنفي للمباراتين النهارده، وقلت ايه؟ يا محمود عاشور رجع من تاني. رجع من تاني، هو موجود في القائمه الدوليه وحكم عامل وكل حاجه، بس كان بعيد بقاله فتره ايام مارك كلاتنبرج. لما الراجل مشي ترجعه؟ يبقى انت ايه الرساله اللي عايز توصلها؟ نفس الامر لما اتكلمت على تقنيه الفي ار، حسام عزب حجاج لما اصيب في احدى مباريات الدرجه الثانيه بشد عضلي، والمفروض لازم يكون في موقف معاه عشان اصيب، انه حكم صغير ازاي يجيله شد عضلي، ولازم يكون مستعد بشكل كويس، بتحط في تقنيه الفيديو. هي اختلاف وجهات نظر، بس انا شايف ان لما حكم صغير يحكم ماتش درجه ثانيه ويجيله شد عضلي، اكيد لازم اللجنه ترجع له، انت استعديت كويس؟ بتتمرن كويس؟ كنت نايم كويس؟ لازم يبقى في تواصل. بالنسبه للكابتن محمد نهاد، جات لي تليفونات كتيره امبارح على فكره من اسره التحكيم في موضوع الكابتن محمد نهاد. انا قلت امبارح ان الكابتن محمد نهاد راجع الكوره بتاعه السيد منير في ماتش سيراميكا وانبي، وهم بياكدوا لي ان هو كحكم تقنيه الفيديو لما قال للكابتن سيد منير انت صفرت قبل الكوره ما تخش، فبالتالي ما فيش بروتوكول للفار، فبالتالي انت خد قرارك مع المساعد. هي وجهات نظر في الاراء اللي اتقالت لي، ولكن لو الناس بتاكد ان هو ما توقفش خلاص ما فيش مشكله. ما انا بقول لكم حتى لو احنا عندنا 1% غلط نطلع نعترف بيه، ما عندناش اي مشكله خالص، لان احنا في النهايه يهمنا الصالح العام للتحكيم المصري. فدي جزئيه الكابتن محمد نهاد النهارده موجود حتى في مباراه في الدوري العام، ولكن لما تعرضوا بقى المحادثات اللي بتتم هنقدر احنا بقى ناكد المعلومات اللي هي صح ولا معلومات غلط. ولكن للاسف انتوا لا بتعرضوا المحادثات ولا حتى لما بتصرحوا بتقولوا مين اللي طلع صرح. كابتن توفيق السيد بقى له كام يوم كده عمال يدي تصريحات، هو ولا مش هو ما اعرفش، برضه مش واضح ليه. انت متحدث رسمي ما تطلع بنفسك اتكلم. بعدين قبل ما اطلع لفاصل اوجه سؤال للجنه، هو كابتن ابراهيم نور الدين توقف ولا ما توقفش؟ ده سؤال للجنه الحكام، انا معلوماتي انه ما توقفش، الايام الجايه هتثبت ده. نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل بقى فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، قلت لحضراتكم الحلقه النهارده دسمه وفيها احداث مهمه جدا. منذ قليل يمكن النادي الاهلي فيه خبر مهم نشره على الموقع الرسمي والصفحه الرسميه للنادي الاهلي. الاهلي يرفع مذكره الى وزير الخارجيه بتجاوزات الهلال السوداني وجماهيره. تقدم النادي الاهلي اليوم بمذكره الى معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجيه، يشكو فيها التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها فريق الاهلي ولاعبيه وجهازهم الفني قبل واثناء وبعد مباراه الهلال التي جرت السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان. وسرد الأهلي في مذكرته كل التفاصيل الاعتداءات التي جرت سواء أثناء المران الوحيد للفريق في السودان واللي تم فيه بالتأكيد قصف اللاعبين بالألعاب النارية، وما تعرض له لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري وأفراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء، سواء من الجماهير التي تم السماح لها بالحضور أو حتى من مسؤولي أو لاعبي النادي الهلال السوداني. النادي الأهلي أكد في مذكرته على أن السفير المصري بالسودان هاني صلاح بذل جهودا كبيرة مع البعثة وشاهد ووثق كل الأحداث والتي سبق أن تقررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في الأعوام السابقة، ورفض الأهلي وقتها التصعيد حرصا على العلاقات الطيبة بين البلدين. طيب أعتقد ده خطوة مهمة جدا تمت من النادي الأهلي كمان، لأن أكيد بعض ممن تحدث عن هذه المباراة بأسلوب غير مناسب وأسلوب غير لائق وشحن الأجواء قبل المباراة والتصريحات الرنانة التي أطلقها البعض، أعتقد وجب بقى المحاسبة خلال الفترة اللي جاية، لأن الأمر دلوقتي أصبح أنك كبعثة رياضية بتمثل مصر بره بتتعرض لمخاطر بسبب تصرفات غير مسؤولة
لبعض الناس هنا داخل مصر، سواء في الإعلام الرياضي أو مسؤول أحد الأندية، اللي دائم الحديث بشكل سلبي عن النادي الأهلي، وللأسف لم يتم معاقبته حتى الآن رغم وجود مشاكل كثيرة في الوسط الرياضي بسببه، سواء داخل مصر أو حتى خارج مصر. طيب، مباراة أسوان مباراة مهمة جدا، بكرة إن شاء الله هتتلعب الساعة 3 إلا ربع، بصفارة تحكيمية للكابتن محمود البنا، واتكلمنا في موضوع التحكيم والحمد لله يعني كل حاجة عندنا بتبقى موثقة بالفيديوهات. قلنا امبارح الأسماء بعد الحلقة بساعتين، اتحاد الكرة واللجنة اضطرت إن هي تعلن الأسماء قبل الماتش ب 48 ساعة. الفريق في أسوان عقب العودة من السودان واتمرن امبارح والنهاردة كمان في تدريب في نفس توقيت المباراة. أكيد محتاجين بقى نطمن على البعثة، محتاجين نطمن على اللعيبة من بعد مباراة الهلال وقبل مباراة بكرة، إيه الأخبار كلها؟ معانا زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي والموجود حاليا في أسوان مع فريق النادي الأهلي. مساء الفل يا محمد. مساء الخير زميل محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. طمني بقى على أخبار الفريق وأخبار اللعيبة، وكمان النهاردة في زيارة مهمة جدا بيقوم بيها الكابتن محمود الخطيب وطبعا معالي الوزير الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لمستشفى دكتور مجدي يعقوب في أسوان، فعندك تفاصيل كتير، أقعد بقى أسمعك وكل الجمهور يسمعك عشان عندك أكيد كلام مهم جدا بخصوص كواليس الفريق في أسوان. في البداية نتكلم عن الجانب الرياضي أو فريق الكرة، يمكن عقب على طول عودة الفريق من السودان يا محمد، تم تماما إغلاق صفحة الملف الأفريقي والتفرغ بشكل تام للملف المحلي وبطولة الدوري، خاصة إنك أنت بتلعب مباراة بعد يعني غياب عن المباراة اللي فاتت بسبب التأجيل بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية، فمحتاج تحافظ على يعني صدارتك للبطولة وتبقى خطوه من خطوات عديده نحو يعني ان شاء الله عوده اللقب لمكانه الطبيعي وهو قلعه النادي الاهلي بالجزيره. فطبعا مباراه اسوان مباراه مهمه جدا، خاصه مع يعني زي ما بنقول النهضه الشامله اللي يعني شاهدها فريق اسوان في المباراه الاخيره، طبعا بقياده الجهاز الفني الجديد بقياده كابتن ايمن الرمادي، الجهاز الفني والاداري يمكن يجتمعوا مع اللاعبين يقول لهم نقفل مؤقتا صفحه افريقيا ونركز في الملف المحلي على طول. الفريق يعني محمد يعني بدون راحه على طول وصل للسبت بالليل، كان في تدريب امس الاحد كان في تمام بالرابعه عصرا، النهارده كمان بدون راحه الفريق اتدرب تاني، كان التدريب في تمام الحلقات 10 صباحا، كان التدريب امبارح كان المجموعه اللي شاركت بشكل اساسي في مباراه الهلال خدوا بعض التدريبات الاستشفائيه، بقيه اللاعبين خدوا مران قوي جدا، وكمان النهارده كل المجموعه شاركت في مران قوي جدا بدني وفني وتنفيذ بعض الجمل اللي الجهاز الفني بيحاول يحفظها للاعبين لتنفيذها في مباراه الغد باذن الله. عايز اقول لك يعني عايز اشكر شعب اسوان المضياف وترحابه بشكل كبير جدا بفريق النادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده كابتن محمود الخطيب. كمان بقى نتكلم عن ده كان الجانب الرياضي، نتكلم كمان عن الجانب الوطني للنادي الاهلي النهارده وكابتن محمود الخطيب. يعني قبل كمان يعني احنا حالا دلوقتي موجودين في مركز دكتور مجدي يعقوب للقلب هنا في اسوان، كمان كان قبلها كان زياره ل يعني معالي الوزير اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، طبعا الراجل كان حريص جدا انه يستقبل كابتن محمود الخطيب وزي ما قلت لحضرتك الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكمان دكتور محمد شاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الراجل قال انه طبعا شرف يعني نصا كده شرف لديوان عام محافظه اسوان انه يستقبل كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، واتكلم عن العلاقات الطيبه ومدى حب شعب اسوان للنادي الاهلي وترحيبه، وتمنى ان المباراه تخرج يعني بكره يعني بمباراه تليق بجماهير النادي الاهلي وكمان كجمهور اسوان وشعب اسوان المضياف. وكمان يعني الجانب الوطني ده اللي بنتكلم عنه والدور الوطني للنادي الاهلي محمد، يمكن كابتن محمود الخطيب وجه باعداد فيلم ترويجي ولعائله محافظه اسوان اللي استقبلت النادي الاهلي خارج يعني استقبال عشان يكون دافع للمحافظه وكمان ترويج ان فرق كتيره وسياح كتير جدا يجوا هنا اسوان، خاصه ان انت عارف ان اسوان من اهم يعني زي ما بنقول المشاتي على مستوى العالم في فصل الشتاء، خاصه قبل العدد كبير جدا من السائحين. حالا دلوقتي بقى وانا معاك على الهواء كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره والدكتور محمد شوقي وكابتن سمير عادل المدير الاداري في ضيافه الدكتور مجدي يعقوب في مركزه هنا للقلب في اسوان. طبعا ده يعني احد المؤسسات الكبيره جدا يعني تعمل في المجال الطبي وكمان المجال الانساني، النادي الاهلي دوره ما بيقلش اهميه عن دوت، ودايما دور الوطن والدعم لكل المؤسسات الوطنيه اللي بتدفع المواطن المصري واي مواطن على ارض مصر للامام. كان حريص كابتن محمود الخطيب انه يكون موجود هنا، دي مش اول زياره دي طبعا، كان حتى هم اتكلموا في الفيلم التسجيلي اللي كان بيتكلم عن تاريخ المركز هنا ان كابتن محمود الخطيب كان معاهم من اول خطوه في انشاء المركز والى اليوم باذن الله. وعاوز اقول لك ان شاء الله يعني ده هيعلن يعني مش عايزين نسبق الاحداث، هيتم اعلان عن اوجه تعاون كبيره جدا في هذا المجال سواء في مجالات التدريب
او التكامل ما بين النادي الاهلي ومركز الدكتور مجدي يعقوب هنا في اسوان. وزي ما قلت لك يا محمد، دور النادي الاهلي الوطني لا يقل ابدا عن دوره الرياضي، وده طبعا من 1907 من يوم مشيت النادي الاهلي في اول يوم ليه. اكيد ده كلام مهم جدا يا توفيق، وبشكرك بجد على التفاصيل اللي انت قلتها، لان مهم جدا نعرض لكل الناس ماذا يحدث حاليا في اسوان وزياره مجلس اداره النادي الاهلي لدكتور مجدي يعقوب، وكمان الامور الترويجيه اللي ممكن تتم لمحافظه اسوان واللقاء مع محافظ اسوان. طب عايز ارجع بقى للجزء الفني، هل في لعيبه انضمت للفريق في اسوان حاليا؟ يعني السوليه ما كانش موجود في السودان، هل انضم للفريق في اسوان ولا نفس المجموعه اللي كانت في السودان هي اللي هتكون موجوده في اسوان؟ وكمان عايز اطمن على محمد هاني، جاهز ولا ممكن يكون مصاب فهيتم راحته من مباراه الغد؟ نفس المجموعه اللي كانت في رحله السودان يا محمد هي اللي مكمله معانا في مباراه اسوان. كان عمرو السوليه طبعا مش موجود نظرا طبعا يعني بيؤدي المرحله الاخيره من برنامجه التاهيلي والعلاجي بفضل الجهاز الطبي والفني، انه يتم راح طبعا يعني رحله اسوان هتبقى مرهقه ليه، فهو محتاجينه في مقادم من المباريات، خاصه زي ما بنقول بتلعب سبت وثلاث لمده شهر تقريبا ما بين البطوله الافريقيه والبطوله المحليه. فطبعا فضل الجهاز الفني راحته محمد هاني وكل اللاعبين الموجودين في الباسه، حابب اطمنك عليهم يعني في مستوى بدني وفني اكثر من رائع، تركيز تام يا محمد. يمكن زي ما قلت لك تم اغلاق ملف افريقيا تماما والتفرغ لمباراه اسوان، وبعد كده هنرجع من تاني بقى كقدر النادي الاهلي، ان كل يوم طموح، كل يوم بطوله بتلعب عليها، كل يوم عندك تحدي جديد. فمن بعد ماتش اسوان باذن الله نفكر في الملف الافريقي. يعني عاوز اطمنك على البعثه بشكل عام وكمان كل اللاعبين ان شاء الله، يعني نقصهم فقط يعني توفيق ربنا يكون معانا بكره باذن الله ان شاء الله، دعوات جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره وفوز يا ريت باسم النادي الاهلي باذن الله. محمد انا بشكرك ومش هطول عليك اكتر من كده، اكيد ان عندك لقاءات ومتابعه حيه لزياره مجلس الاداره في محافظه اسوان، كل التوفيق ليك وللفريق ان شاء الله وتخطي مباراه الغد. دي كانت ابرز المعلومات المهمه من اسوان حول كل اخبار الفريق، والنقطة المهمة اللي قالها توفيق بالتأكيد الفيلم الدعائي ولا التوثيق للأمور السياحية في محافظة أسوان اللي ممكن يتم خلال الفترة الجاية من النادي الأهلي، وده الدور الوطني من النادي الأهلي، الأهلي كمؤسسة مش مؤسسة رياضية فقط، رياضية واجتماعية ووطنية بتقوم بدور مجتمعي في جمهورية مصر العربية. طيب نروح بقى لترند الأهلي ونشوف اللي كتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، إن في كلام مهم جدا لازم يترد عليه في ترند الأهلي. نبدأ مع بعض وحساب اليوم السابع بيقولوا كولر يجهز كهربا لقيادة هجوم الأهلي أمام أسوان غدا في الدوري، وقال أن كولر عمل برنامج بدني لتجهيز كهربا خاصة بعد ما استبعد من مباراة الهلال بسبب تعرضه لنزلة برد. في استبعاد كهربا للأسف أنتوا عارفين في ناس كده إيه ما بترتاحش لما بتشوف كهربا بيلعب، أول ما لقوه مستبعد قال لك لا نزلة برد إيه يا عم، ده هو وشادي حسين ضربوا بعض، لا 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 ده في غرامة 300,000 جنيه. طبعا كل الكلام ده يعني بلغة السوشيال ميديا هاري، كل الكلام ده مش حقيقي، كهربا موجود مع الفريق بيتمرن مع الفريق، ولو في حاجه على فكره النادي الاهلي هيعلنها. سبق قبل كده النادي الاهلي لما كان بيبقى في مشاكل وفي غرامات وعقوبات طبقا للائحه النادي الاهلي هو اللي بيسبق وبيعلن، مش بيخبي زي ما البعض بيخبي. طيب ده حساب اليوم السابع. حساب يلا كوره، مصدر ليلا كوره، كولر يدرس اجراء تغييرات على تشكيل الاهلي امام اسوان. طبعا الفكره ان في اجهاد بسبب ضغط الماتشات، معلول حمدي فتحي بيرستاو، ممكن بقى الاهلي يدفع بمروان عطيه، احمد قندوسي، محمد شريف. ننتظر الرؤيه الفنيه لكولر، اكيد هو اكتر واحد عارف مدى جاهزيه اللعيبه خلال الفتره الحاليه، لكن طبعا وارد جدا يحصل روتيشن وكولر دايما معودنا على ده حتى في الفتره السابقه. طيب يلا كوره ايضا بيقولوا يلا كوره يكشف معسكر جنوب افريقيا يجهز الاهلي لاياب سان داونز والقطن. طيب بصوا بقى عشان انتوا عارفين ضغط الماتشات، الاهلي هيلعب مع سان داونز يوم 25 فبراير، بعد كده عنده مباراة القطن الكاميروني يوم 4 مارس مباراة مؤجلة، بعد كده عنده مباراة مع سان داونز في الجولة الرابعة في بريتوريا يوم 10 مارس. طبعا في التوقيت ما بين المباريات دي في مباريات محلية، الحاج عامر حسين بصراحة يعني قايم بالواجب وضاغط الأهلي ماتشات محلية، والمنافس مريح الأسبوع ده ما بين ماتش ليبيا وماتش تونس 8 أيام أجازة فبراحته يعني ما فيش أي ضغط، ولكن الأهلي مضغوط. طيب ما بين مباراة 10 مارس لمباراة 17 مارس هتلعب مع سان داونز في جنوب أفريقيا 10 مارس، وهتلعب مع القطن الكاميروني في جروة في الكاميرون يوم 17 مارس. الأهلي هيعمل ايه في التوقيت ده؟ الجهاز الفني بيفكر يفضل في جنوب افريقيا من 10 ل 14 مارس، ومن 14 مارس يسافر بطياره خاصه من جنوب افريقيا على جروة مباشره عشان يستعد لمباراه القطن الكاميروني. نتمنى ده يحصل، لكن الله اعلم هل بقى الرابطه ممكن تحط ماتشات في النص، هنشوف هيحصل ايه الفتره اللي جايه. طيب حساب بطولات المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي، والنهارده كان تصريح مهم جدا لجيهون كازانجي، ده المدير الرياضي لنادي بشكتاش، نفى تماما فكره ان في اهتمام بضم اليو ديانج والمبادله مع جاكسون موليكا. قال
في تصريحات مع بطولات ضم أليو ديانج من الأهلي، هذه أخبار كاذبة تماما، لسنا مهتمين بضم ديانج سواء في فترة الانتقالات الحالية أو حتى الصيفية المقبلة. ده كلام مهم جدا من المدير الرياضي لنادي بشكتاش. طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم للتشكيل والنتيجة. معانا طبعا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، ودايما بنسعد بمشاركته معانا ومتابعته لبرنامج الترند. طبعا الفنان الكبير والعظيم نبيل الحلفاوي بيتوقع ان الاهلي يلعب بالشناوي، محمد اشرف، متولي، عبد المنعم، خالد عبد الفتاح، القندوسي، مروان عطيه، قفشه، كهربا، شادي، الشحات. لو حصل يا كوبوتون بعد مباراه الاهلي واسوان هستعرض التويته بتاعتك اذا تم التشكيل بنسبه 100%. طيب نروح لرأي أستاذ محمد ناصر، بيقول الشناوي، معلول، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد القندوسي، عبد القادر، الشحات، محمد شريف. أتوقع الفوز إن شاء الله 0-3 بأقدام عبد القادر وأحمد القندوسي ومحمد شريف. طيب دي كانت أبرز التعليقات على سؤال حلقة النهاردة. الوقت للأسف جري بسرعة معاكم، ولكن قدر إن كان حاولنا ناخد أبرز الأخبار والمعلومات النهاردة في برنامج الترند. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي يوم الأربعاء في حلقة جديدة من برنامج الترند عقب مباراة أسوان والأهلي غدا إن شاء الله الساعة 3 إلا ربع. شكرا وإلى اللقاء.